ألبومك كان اسمه ايه؟ ايه رأيك في السخن الساقع ده؟ كان اسمه اتحملت كتير. اتحملت كتير، كام أغنية؟ 8 أغنيات. جمهورك بالوسط الفني عايزك تحرق حتة من الأغنية اللي كان هيتسمى بيها الشريط. طب أقول لك على حاجة كمان، على مفاجأة عشان الناس بس ما تعرفهاش. أنت عارف إن الأغنية دي مش كلامي؟ يعني الغنوة الوحيدة اللي في الشريط مش كلامي؟ كلامي. كلمات الشاعر ناصر الجيل وألحان محمد ضياء. فعلا. ممكن تسمع منها حاجة وتبقى هدية قبل ما نختم؟ تقول أنا دلوقتي مش باقي، ما أنا اتحملت ياما كتير، ما هو اللي بيدي بيلاقي، وأنا ما لقيتش منهم خير، فعز ما كنت بديهم وعشمي كبير قوي فيهم، لا شكروا في يوم ولا حسوا صوابعي العشرة يتقادوا، وهم في جرحي يتمادوا، وكانوا بياخدوا وبينسوا، انا دلوقتي مش باقي، ما انا اتحملت ياما كتير، ما هو اللي بيدي بيلاقي، وانا ما لقيتش منهم خير. تصبيرة اللي نقدر عليه بنعمله،